ايه يا حبيبي؟ عامل ايه يا زميلي؟ حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله كويس. حبيبي يا معلم، اتفضل اتفضل. ايه يا ماتش النهارده؟ اه الماتش جاي دلوقتي، مصر والبرتغال. اه تمام، انا مستنيه. طب هو مصر بقى ايه، مين اللي هينزل في مصر ولا مين اللي هينزل في البرتغال؟ لا يا صاحبي، كلهم يعني كالي محمد صلاح هيلعب وكل الفرقه هتلعب. اه طب مين اللي راح البرتغال؟ ميسي؟ كله بقى يا صاحبي، مش فاكر مين، بس هو كله بقى يعني. محمد صلاح ده ينزل في الدفاع هيجيب اجوان جامده، هيجيب اجوان. بص يا ابني، استنى يعني ايه بس في الدفاع ويجيب اجوان جامده؟ مش هو الجون كده، هو احسن هجوم، ايه اللي هيوديه مدافع؟ مش هو الجون كده والجون هناك، محمد صلاح بيلعب هنا يجيب جون بقى اهو قدامه في الدفاع. استنى الماتش يجي بس يبقى نشوف. يلا اي حاجة يا عم، يلا نشوف الماتش. يمسك الحارس، يا رب بس يجيبوا جول، رب يجيبوا جول، رب مصر تكسب. بتلعب يا عم؟ يا رب يا رب يا عم. بص فين يا عم؟ ليه يا عم ده؟ ايه العرب ده؟ بيعمل ايه؟ ايه يا عم ده رايح فين يا عم؟ ده رايح ايه ده؟ ده رايح يجيب جون في جونه. مش اللي هناك ده جون ولا ده جون مين ده؟ يا عم ده بتتفرج معايا على الماتش ليه يا عم؟ يا نهار ابيض، جون مين؟ طب قول لي، طب انا مش فاهم يا عم. ده جون مصر وده جون البرتغال. يا عم معلش يا عم سبيد. لا انت اول ما تتفرج على الكورة يا ابني، اول ما تتفرج على ماتش مش عارف. بس يلا عادي، في ايه ده؟ امال فين غريس بيل وفين نيمار وفين ابو تريكه؟ يا عمي ابو تيكا مين؟ مش ابو تيكا يا ابني بيلعب ماتش، مش دي ماتش، هو ابو تيكا بيلعب ماتش. ابو تيكا بيلعب ماتش؟ ابو تيكا يا ابني مش في مصر من اصله. ازاي؟ طب ما انا في مصر. يا عم انا في مصر. انا طب ما تيجي تلعب معاهم؟ لا لا انا في مصر. ما تروح يلا يا عم. لا هم قالوا لي انا قاعد على الدكه. قاعد على الدكه. الحكم الظالم ده عم يخبط امه. يا ابني ما تشتمش. يا عم الحكم ده بيدي نظام ليه؟ يا عم يدي عادي، احنا مالنا؟ يا عم لا يا عم، بيدي نظام ليه برضه؟ ما يطلعش. مش في حاجه اسمها احترام، يحترم يعني يحترم اللي قدامه. مش يديله نظام كده يطلع كده، يديله نظام يا عم، يعملوا كده نظام في ايه يا عم؟ عبيت صندلي ولا مش عارف حد مين؟ ايه الأمر ده؟ يا ابني انت نايم يا ابني. يا ابني قوم عمالها نومك يا عم. والله يهديك يا عم، بوظت الدنيا. يخرب بيت كده يا عم، بوظت الدنيا يا عم. ماتش محدش عايز يجيب جون يا عم. الحق هيبدل ده تبديل، بيشرب ميه يا عم. اخلص يا عم وقت المباراه والحكم قاعد بيحسب يا عم. المقصي مانجا يا عم، انزل اجيبك يا عم من تحت فرجله يا عم. انت ولا بعتولك كده ولا ده مش عارف. وجايين يشربوا ولا فاتحين محل عصير قصب ولا جايين يلعبوا كورة؟ ما تقول حاجة يا عم. قول لي يا زوي. بتقول ايه؟ انت مش شايف واحد بيشرب مانجا يا عم؟ يجيب له عصير قصب يا عمي. والله انا مش هفكر يا عم. اقوم من الماتش. سلام سلام يا عم. ماتش لا ماتش يا عم. يا اسطى عامل ايه؟ لا حبيبي تعبوس يا اسطى حبيبي. شفت ماشي امبارح؟ اه بس هو كان مين اللي بيلعب صح؟ اوعى بقى ما تجيش تاني بقى. يلا يلا امشي يلا، ما تجيش تاني يلا هنا يا ابن، ما تجيش تاني. لا يا عم استنى، ما تجيش تاني. لا استنى اقعد لحد الماتش اللي جاي. يا عم امشي بقى امشي. السلام عليكم. طلعته بره البيت كان واد. الفيديو خلص، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتستنى الفيديوهات الجديدة. بس سلام.